وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم. أن المؤمنين أما الكافر فلا يرى الله عز وجل. نعم. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم بأبصارهم القيامة. بأبصارهم رد على من يقول يرونه بقلوبهم، يرونه بقلوبهم، لأن الرؤية قد تكون قلبية تكون بصرية، فهم يقولون يرونه بقلوبهم. لو كان بقلوبهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هل الشمس ترى بالقلب ولا بالبصر؟ بالبصر. نعم. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. نعم. كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته.